حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد في شاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع التي تطرح في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تشاركونا من داخل العراق على واحد من أرقام الاثنين أسفل الشاشة، تقدرون تدقون علينا بأي لحظة من زاخو حتى الفاو ومن شرق العراق حتى غربه حتى نسمع آراءكم حول الموضوع اللي راح نطرحه. اللي ساكن خارج العراق في دول المهجر أو في الغربة أو الأخوة الأشقاء العرب يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين، فعدنا ذني الأرقام الأربعة للاتصال. في حال ما قدرت تحصلنا على واحد من ذني أرقامنا الأربعة عندك رقم خامس اللي هو هذا إخواني الأعزاء مشاهدينا الكرام، هذا الرقم مخصص فقط للرسائل مكتوبة هنا مثل ما تقرون. اللي ما يقدر يحصلنا على أرقامنا الثانية يكتب لي رسالة توصلنا على رقم الواتساب، إن شاء الله أقدر أقراها في الدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. أتمنى تكون الرسالة مطبوعة باسمه ومكانه حتى نعرف من وين إجتنا ومن منه. بداية قبل ما أبدي موضوعي، تقدم أسرة الرافدين و برنامج صوتكم تعازيها الحارة بسبب وفاة شيخ المذيعين العراقيين غازي فيصل. غازي فيصل اللي دخل إلى الإذاعة والتلفزيون في ستينيات القرن الماضي، غازي فيصل اللي عمل كمخرج وكمذيع، غازي فيصل اللي خدم الإذاعة والتلفزيون فترة طويلة من العمر، ولا يوجد أحد في العراق لا يعرف من هو غازي فيصل. غازي فيصل اليوم في ذمة الله، ندعو له بالمغفرة وندعو له أن يكون في جنان الخلد إن شاء الله. بداية الفيديو اللي شفتوه هذا حريق بمستشفى. طبعا تعود العراق في كل فترة من الفترات أن يوجد حريق في أحد المستشفيات، لكن ما راح أحكي بيها، حبيت أشوفكم اللي دي يصير بالعراق. موضوع اليوم هو التظاهرات اللي دي يسووها جماعة الميليشيات، جماعة هادي العامري وجماعة قيس الخزعلي وجماعة الكتائب وجماعة أكو هواية ميليشيات بالعراق بسبب اعتراضهم على نتائج الانتخابات. اليوم أكو تصعيد جديد، أكو فيديوهات دي يردون يهدون جدران المنطقة الخضراء، وأكو فيديوهات هم دي يتعاركون ويا الجنود ومناوشات بيناتهم. أنا بس صرت أسأل سؤال، شو المواطنين الأبرياء، شو المواطنين العزل لما طلعوا شايلين الأعلام العراقية ويصيحون أريد خدمات، ومشهورة الفيديو أو الصورة اللي مواطن شايل كارتونة وكاتب عليها ماء وخبز وكهرباء، شو ذولا انقمعوا؟ غاز مسيل للدموع والقنابل غير مخصصة للاستخدام مع المدنيين بل الأغراض العسكرية وبطريقة مباشرة، وتشويه للأجساد العراقيين. أكو بعض الناس حصلتهم حالة إعاقة، أكو بعض الناس اللي صابتهم إصابة دائمية، أكو بعض الناس اللي فقد بعض من أطرافه نتيجة الاستخدام المفرط للقوة العسكرية مع المتظاهرين في بغداد وباقي المحافظات العراقية. لكن ذولا اللي قاعدين على باب المنطقة الخضراء شو يهددون وما حد يحكي وياهم، ويضربون وما حد يحكي وياهم، ويتعاركون وما حد يحكي وياهم، ويقصفون وما حد يحكي وياهم، ويحاولون يكسرون باب منطقة خضراء اللي هي المفروض المنطقة المحصنة حسب ما يقولون السياسيين، وما حد يحكي وياهم؟ ليش؟ يعني اليوم اكو لقطات هواية تقولهم يحاولون، عفوا اظهرت اللقطات الفيديوية محاولة إسقاط الكتل الخرسانية على أبواب المنطقة الخضراء، آخرون هاجموا القوات الأمنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء أو بمنع الميليشيات من اقتحامها، واتهموا الحكومة والمفوضية بعدم إجراء العدوى الفرز اليدوي خشية انكشاف ما وصفوهم ما أنه أكو مؤامرة عليهم. ليش المواطن الأعزل يقمع، وليش اللي قاعد يهدد ويضرب ما حد يحكي وياه؟ محمد من امريكا حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام.
حي قناة الرافدين والكادر كله. حياك الله أخوي. نقول نحن هي هاي الميليشيات تبع الان خرساني غير خرساني جيش المهدي والحشري، ولا عنا هم كلهم ملاهم ايران، حتى الكاظمي يعرفهم. الكاظمي ذاك اليوم طلعوا لقاويه بدا تكرم يبوس قنابلهم يحيي بيهم، شنو تلبس لك قميص مال ميليشيات؟ شو انتقاد عام قاضي مسلحه تحكم العراق تلبس لك قميص مال ميليشيات؟ يعني هو وياهم يعني قاعد الله يكرم يقول قاضي العراق، يا عراق قاضي انت قاضي ميليشيات تابع ايران، هي ايران تجي تحكم بالعراق، الداخليه مسؤوله عليها ايران، الدفاع ايران، العراق تخلوا بي عمي تخلوا بي من 2003 لحد الان نخلوا نخل حتى لا تتبوا دورك تبي لك معنا عندنا هنا بامريكا احمد واجد عندنا عندنا ديول ايران تابعين ديول ايران كانوا يروحون من هنا من امريكا يروحوا يقاتلون هي الميليشيات بالعراق نعطيهم رتب كلها رتب بس يروحون من هنا من امريكا يروحون للعراق يقاتلون هي الميليشيات انا مو وضعي هاي وضعي يعني اللي يدمرون العراق من كاسر راسه نعم هي عمي هذول بلوه هذول ابتلاء ابتلاء والله جابهم علينا ابتلاء دمروا العالم عمي دمروا العالم مو بس العراق سوريا واليمن لبنان هم هذول عمي ولاهم كلهم لايران ليس للعراق هم ولاهم لايران حتى هنا عندنا بامريكا ولاهم لايران عمي حشاك حتى اعراضهم جايبوها انا افغاني عمي جايبوها هنا جايبوها تحياتي لقناة الرافدين واذكركم واذكر كل الكادر واذكرك اخوي العزيز نعم نعم شكرا 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 جزيلا لك اخوي العزيز محمد. طبعا اكو صوره ظهرت قبل شويه واثناء ما كان اخوي محمد يتكلم موجودين على ظهر صبات خرسانية يذكروني بجدار برلين طبعا مع الفارق لأنه ذولاك صعدوا على الجدار من أجل توحيد شقي العاصمة برلين ذولا صاعدين على الجدار من أجل الحصول على المزيد من المكاسب لأنهم متعاركين على منصب طبعا مو الصورة هاي اللي طالعة بصفي أنا داعشي عليها أنا داعشي على ذولا اللي كانوا متظاهرين وصاعدين فوق الصبات الكونكريتية أتمنى تطلع حتى تشوفوها هاي الصورة هم ما طالعين لأنه الصبات الكونكريتية سادة شوارع ودا تعيق الناس بحركة الناس هذا اللي دا يصير هنا لو ثوار تشرين مسويه كان انسحقوا بالسيارات وبالهمرات هاي الصورة دا شوفوها هسه لما عبره وصار الضرب وما أعرف شنو لو ثوار تشرين مسويها كان حارة وش سووا دول ثائرين لأنه أكو هاي الصورة داعش عليها هاي الصورة اللي بصفي هسه بالضبط مشابهة لما صار في إسقاط جدار برلين بالتسعين بس ذولاك قلت لكم واحدة وشقي العاصمة الألمانية دول لا دول يردون كم كرسي لأنه الكراسي تجيب لهم منافع أم أحمد من النجف حياك الله السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام الله يخليك استاذ اسمك تسلم بدايه اطلب الرخصه من عندكم وانتم اصحاب الفضل عندي تعقيب على اختنا الغاليه اللي اتصلت البارحه ام علي نعم لها حق بدمنا لازم تسمعها من عندنا انت وكل شريف بالعراق بضميره بلده انت على الراس فلا يهمك الكلمه اللي صدرت من انسان هو ارتضاها وهم خل أقوله أبو علي يا أخويا الإمام علي يقول من أمر لسانه هانت عليه نفسه فتحملي اللي راح تسمع من عندي مو لأنه أنت يعني بمحق وأنت كده يسمعون مو لأنه أنت مستظهرتك لا لأن مع الأسف الوقت اللي خلانا نتعاير بيناتنا وهاي الألفاظ اللي ويا نفس الإنسان يقدر يحفظها أخوي لو كان أنت ناسي القرآن كله ومخلي آية واحدة بس ويحذركم الله نفسه كان السنة نفسك ليلة خميس على جمعة ليلة عظيمة أنت تفتك عربها وتوصفها بذاك الوصف وتدعون
انه انتم دافعتوا عن الاعراض، فاذا انت وما اريد اخليك بخانه، مع العلم انت خليت نفسك بهاي الخانه. هم اقول لك الامام علي يا ابو علي يقول لا تجادل خسيس، مع احترام السامعين. فمع الاسف عليك ابو علي، يا مكثر اسم علي ويا مكثر اسم عمر، مع الاسف عليكم وصلتوا المرحله من الوقاحه على الفضائيات وتردون الناس تحترمكم، مع الاسف عليكم. والله انا من البارحه اتصلت استاذ اسد واعتذر كررت الموضوع، لكن ما كان الوقت ظاهر يعني حالتي، فاتصلت احنا مثل ما حضرتك تعرفين اي شخص يتجاوز على اي مواطن كان مهما كان رايه، يعني حضرتك عندك راي، اكو شخص ثاني مخالف لك بالراي، اكو شخص ثالث مخالف لكم، اثنينكم بالراي، احنا ما لنا علاقه، هي اراء الناس، بس اللي يتجاوز احنا ما نعطيه مجال وحقك محفوظ. انتوا نعم انتوا اصلا ناس محترمين، لان متى قلت لكم حتى اللي يغلط على الحكومه بالفاظ غير الفاظ ما تقبلون. بالتأكيد ما راح نقبل أي لفظ خادش عن أي إنسان مهما يكون، ما مقبول بالقناة. تأمرين أمي. وأنت الشرف، أنت الشرف. على رأسي يوم. الله يسلم رأسك. الله يسلمك يوم ما يسلمك. أحمد من كربلاء، حياك الله يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. كل هذه الحسالات المتمردة اللي تظاهرت امام ابواب المنطقه الخضراء، هذه حسالات متمرده قمعيه واليه الى ايران، هذه هدفها تدمير العراق وقتل الابرياء في كل مكان العراق. نعم، هذه ارتكبت جرائم حرب وعلى راسها الحشد الشعبي لكل عناصره، صدق بالله العظيم مجرمين حرب وطغاة ومفسدين جملة، والميليشيات الاخرى التي تعاونت مع هذه الميليشيا الاستخبارية القمعية، وهي ميليشيات مقتل الصدر، هذا المجرم، هذا الطاغية التي تعاونوا على قتل الأبرياء وارتكاب جرائم الحرب في كل مكان. السلام عليكم. شكرا لك أخوي العزيز. أبو علي من الناصرية، حياك الله يا أبو علي. الله يساعدك أخوي، شلونك؟ هلا بيك يا الغالي. الله يخليك، احمد الله والديك اخويا. هو شوف الانسان يعني، لان هاي الاذاعه هي الطاهره، هذا امس من غلط يعني، ما يستحي ما يقول هاي مره عراقيه، ما يقول هاي الاذاعه يعني ماكو واحد ما يدري بيها، الدول تدري بيها، انا اقول لك ها الميليشيات، من جماعه الميليشيات، من جماعه ذولا، ها هذا امس يعني سمعت انا ما قبلت عليه، يعني هذا لا ثقافة ولا عديم، يعني ما جواب هذا، يعني ما يستحي ما يقول هاي عراقية، ما يقول هاي اختي، على كل الخوة. نعم خوة، الميليشيات هاي الميليشيات ما حد يحاكيها، لانها مسنودة بالسلاح، مسنودة بالصواريخ وبالطيارات، ما حد يحاكيها، مسنودة من ذوي المعممين، من قيس الخالد علي، ومن يعني اليوم يطلع هو هذا ابو اللي شفنا النجباء يعني يصيح مقاومة، زين احنا قوام الاحتلال، زين الى قوام الاحتلال، زين انت المقاومه غير مثل الدار الشعب تخدم الشعب، ها المقاومه الطاهره ماكو تخدم الشعب، تشوف ياهو جوعان، ها ياهو اللي ما عنده مو تسال عليه، زين انت تصيح ما يخالف، مقاومه على عيني وعلى راسي، قوامه المحتل ماكو، انت اريد اقول لك انت قوامه المحتل، زين هاي الناس الجوعانة هاي انت غير مثل تشوفها، على كل هو العراق خلينا نشوفها، انا شويه هدا اسولف وياك. نعم شوف هسه عبن الدول الخليج، الدول الخليج ليش الله مقيهم؟ الله يحفظهم، يعني ما عندهم خبافه، لا واحد يحكي ويا واحد، يعني ما عندهم نفاق بيناتهم، بس احنا العراقيين واحد يحكي لواحد يعني، زين واحد يحكي يعني هذا مش زين وهذا ما يصلي، يعني هاي الفتن يعني هاي ما يبطلوها هم، زين انت عراقي انت من جاي تدافع، زين تدافع لايران، وشي واحد يدافع لاسرائيل، انا اقول لاسرائيل اسرائيلي ماكو، انا اقول لهم الله ترى ما يقبل عليكم، اطوا الارض ها لها ايها اسرائيل، وصلوا ايها اسرائيل، ايها امريكا
ماكو انتم امريكا الله ما رضى عليكم زين يعني الله ما يخليكم زين خويا انا هم دوامك بالحكي فذول هسه شوف الدول الخليج عبن الله يحبهم الله مطيه عبن زين لا احد من نفاق احنا هسه تجري واحد احكي لواحد زين عندنا الحسد عندنا النفاق عندنا المخدرات هسه يعني الحبوب هاي ما حد يسيطر عليه زين الكاظمي ما يقدر على الميليشيات خويا خويا ذولا يعني انا اقول لك وياهم ايران مسعودين مسعودين عند شو اسمه مخابرات الدول الايرانيه عرفت ذولا ما حد حاجيهم هسه المظاهرين من الظاهروا ها الشباب من الظاهروا عبل ذولاك ما عندهم حد شوف ذولاك ما تابعين يعني لا لا شو اسمه لا ايران ولا هاي يعني عم شني بيشوف يوم زين بالضبط بالرصاص الحي شني ما مسعودين عبن لا ميليشيات ولا هاي زين والله يخلي اخوي يعني قوقت اخوي احمد الله وجهك شكرا شكرا لك كان المفروض يدخل ويانا محمد من تكريت بس انقطع الاتصال يا محمد اتمنى محمد رجع لنا حياك الله يا محمد السلام عليكم عليكم السلام والرحمه والاكرام تفضل اخوي السلام عليكم عليكم السلام والرحمه والاكرام شلونك اخوي هلا بيك يا الغالي احنا مصلح الدين نعم حياك الله بس اتمنى يا اخ محمد تنصي لي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون حتى تكون المكالمه اوضح وافضل تفضل اخوي انقطع الاتصال ويا الاخ محمد ابو شيماء من بغداد حياك الله يا ابو شيماء ابو شيماء ابو شيماء الله يسعدك حبيبي ويسعدك استاذ حبيبي اولا اهني العراقيين مثل هذا اليوم انتصار على داعش الارهابي مثل العراق تهنيهم على شنو اخويا على انتصار على داعش الارهابي زين مو يعني بس بلا زحمه اخذني على قد عقلي زين ليش هم داعش لحد اليوم ده اكو هجمات ده يتبنوها واكو يعني الحكومه تقول هاي هجمات بدياله داعش وبالنينوى داعش وبالبصره داعش وبغير مكان داعش فيا انتصار هذا اخوي العزيز استاذ العزيز اولا ذولا مو ذولا باكو قوتهم ذولا ناس مجموعات يعني شلون حراميه نقول حراميه الليل يعني مو هذا يعني شنو احنا ماخذين انتصار نص ونص ثلاث ارباع هو انتصار لا استاذ العزيز شلون ثلاث ارباع هو نص زين بما انه حضرتك تقول انه هن العراقيين بالانتصار على داعش ليش اهالي المناطق اللي سيطروا عليهم هذا التنظيم الارهابي ما رجعوا لليوم شلون يحسون بطعم الانتصار اذا هم ما يرجعون لليوم استاذ العزيز اولا مو كلهم يعني ناس اكو مجموعه ترى اغلبيه اللي رجعوا لا والله يا اخوي افتر هسه بالشمال وبالانبار وبنينوى وبسنجار روح شوف المخيمات ايش قد هسه اكو موجه نزوح عكسي من جديد قاموا يرجعون للمخيمات اللي رجعوا اللي هم النسبه القليله لان يقول نرجع وين نعيش على انقاض نرجع نعيش وين بنص اكو ناس صار يطلبون بيناتهم عشائر بيناتهم ناس ما تقبل ناس ترجع بيناتهم يعني قضايا عشائريه يعني مالها الدوله جرف الصخر منو دا يمنع رجوعها جرف الصخر بكاملها هاي همين عشائر دا تمنع استاذ جرف الصخر قضيتها قضيه غير قضيه لان هوايه هناك لان هي مكانها حساس فالدا يصير مثل ما تقول اكو ثغرات ويدخلون من وراها فيخافون على المناطق هي تعرف التجسد المناطق ليش مهمة بالنسبة للعراق مو أكو هواية أقضية بالأنبار وبصلاح الدين مثل جرف الصخر هم دي منعون الأهالي من الرجوع لها
والله هاي بالنسبه للحقيقه انا جرفود ناطريش بعد ما ادري يقول لك شغله عشائر ما اعرف شلون يعني. والله يا اخوي العزيز مثلا في محافظه صلاح الدين اكو احد الاقضيه في الشرقاط ممنوع يرجعون النازحين الا يعني بامر من الميليشيا المسيطره عليه. مو عشائر بالنسبه عاد والله يقولون عساس عشائر. فواحد قبل شوية جاوز سنجار أهالي سنجار ما يقدرون يرجعون بسبب ميليشيا ريان الكلداني هو اللي يمنع، وحزب العمال الكردستاني الحديد. حزب العمال الكردستاني المصنف عالميا وإيرانيا أنه إرهابي اللي يحكم الآن بسنجار. والله يعني جماعة سنجار ما بالنسبة لسنجار ما أعرف يعني وضعيته شنو. زين لعد يا أخوي شلون يعني شلون نهنئ العراقيين بالنصر وأهالي المناطق اللي تأذوا من هذا التنظيم الإرهابي ما يقدرون يرجعون. يا نصر هذا حديث. يا نصر هذا اللي يعني نقدر نهني به الناس والناس مضايقة طعمة ليها هسه. لا والله بالنسبة لنا المناطق حست بالنصر قبل يومية 30 مفخخة طب البغداد 20 مفخخة هسه الحمد لله والشكر هسه قامت توصل للبصرة. لا البصرة هاي شيء حالة نادرة صارت. تعرف أبو شيماء مقتدى الصدر طلع في تصريح يقول التفجير اللي تعرضت به البصرة هو تفجير سياسي واللي صار بمخمور من هجوم لداعش هو بسبب الأحزاب السياسية. شنو تعليقك بالله؟ أستاذ العزيز هو هذا هو إحنا العراق إحنا والدليغراي كل من عرف هذا إنسان متقلب. هذا المفروض أنت مستبقول على هوا السعودية هسه وإسرائيل. ذاك اليوم واحد إسرائيلي يقول يا ريت يفوز مقتدى الصدر لأن يعني مقتدى الصدر عرفت العراقيين شنو نوايا إسرائيلية يعني قصة عن رجال شيعي بس أعرف إحنا العراقيين عرف شنو هو هذا. وهذا متقلب متلون والله عقله مو صاحي وأنا مسؤول على كلامي. طيب أبو شيماء أرد أسألك سؤال. احنا من نريد نهني العراقيين على النصر قل لي العراق رجع بعافيته. العزيز هو بالنسبه للعراق العراق هو تاريخه من زمان مثل ما تقول هو حروب وحروب يمتى ارتاح يرحم والدك استاذ ربيع. لا يا اخوي على بختك على بختك يا اخوي يعني في العهد الملكي كانت اكو حروب مثلا لو في سبعينيات القرن الماضي اللي يعتبر العراق هو تعتبر إيه؟ السبعينيات هي العصر الذهبي إلى العراق لما صار الدولار الدينار 3.35 ولما كان العراقي مرتاح ومريش. يعني أخوي العزيز أنت تقول زين الإمبراطوريات الكبرى ما قبل التاريخ يعني شنو اللي صارت بها حروب بسيطة مقابل زمن من الـ من الـ من الازدهار. الدولة العباسية صارت بها حروب بس صارت بها ازدهار مئات السنين. لكن يا أخوي العزيز يعني العراق اليوم من 2003 لليوم اعطيني نقطة واحدة بها بس اتعافى بها العراق انهزم أبو شيماء. يعني أرد أعرف الحالة الوحيدة اللي تعافى بها العراق اليوم يا أبو شيماء. أنا الموضوع حلقتي ما كان النصر مثل ما تسموه. أنا كان موضوع حلقتي ذولا اللي قاعدين يظهرون أمام المنطقة الخضراء. وأرد أسأل سؤال إلى الأخوة المتصلين. ذولا اللي يظهرون أمام المنطقة الخضراء بأوامر من قادة أو زعمائهم. ذولا اللي يظهرون من أجل خير العراق لو لأجل شيء ثاني أتمنى جابوني. محمد من تكريت رجع لنا حياك الله. محمد السلام عليكم. عليكم السلام تفضل اخوي. شلونك اخوي العزيز؟ هلا بيك يا الغالي. مع احتراماتي للاخ ابو شيماء يقول ما يعني انتصار على الدواعش و نعم زين الطارمية نعم وين انتصارات على داعش يعني عندك باقي المناطق هاي صلاح الدين عندك السمنبيه نعم عندك هاي بابلان هاي المناطق القرى هاي لحد الان مهجره الناس جات تدفع اجارات لحد الان 700-750 هم مهجرين بالشمال نعم اللي تسمعني اسمعك اخويا الو اسمعك اخويا محمد
انقطع الاتصال ويا الاخ محمد مدى يسمعنا، يبدو ان الخلل من المصدر. شكرا جزيلا لك. صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. السلام عليكم استاذ افل. عليك السلام والرحمه والاكرام. طبعا احنا كل العراقيين يعرفون ان اللي جاي يظاهرون قدام بوابات المنطقه الخضراء هم الميليشيات الحشد الولائيه، يعني طالعين يطالبون على كراسي حكم لاسيادهم اللي هم جاي يصرفون عليهم، هادي العامري وقيس الخزعلي، هاي التغذيه مالتهم والاكل والشرب بالخيم والاعتصام الراد لمصاريف من هيئة الحشد ومن فلوس الشعب العراقي. يعني ما طلعهم يريدون يطالبون بإصلاح أو مطالب شرعية أو مظاهراتهم سلمية، هم الحشد نفسهم لبسهم الزي المدني وقعدهم بالبوابة الخضراء في سبيل وسيلة ضغط على رئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي. نعم. في سبيل يضغطون على المفوضية وتجيهم مقاعد أكثر، لأن ما متوقعين أنهم راح يخسرون بهاي الانتخابات وتجيهم مقاعد محدودة اللي هي مستواهم الحقيقي بالتزوير، لأن الشعب عرفهم أنهم ناس مجرمين وهم الطرف الثالث وهم الميليشيات الولائية وهم نفسهم داعش اللي يلبسون زي داعش بالليل ويطبون على قرى الإمام ويطبون على كل القرى في كركوك والبطارمية، هم نفسهم الميليشيات هي نفسها داعش. فاحنا نسأل وين الرد السريع؟ وين جهاز مكافحة الارهاب؟ وين حماية المنطقة الخضراء للافواج الرئاسية؟ وين الشرطة الاتحادية؟ وين قوات الشغب اللي قمعت المتظاهرين في ثورة تشرين؟ وين القناصين؟ شو ما حد ضربهم ولا حد اغتالهم ولا كل شيء. اذا الموضوع مفهوم، انه مفهوم للمواطن العراقي انهم هم ذول القتلة اللي كانوا يقتلون بثوار تشرين وجرحهم اكثر من 30,000 متظاهر عراقي شريف كان يطالب مطالب شرعية، والألف شهيد هم اللي قتلوهم، هم القبعات الزرق جماعة مقتدى والعصائب وحزب الله والنجباء وبدر وحزب الدعوة، هم ذول نفسهم جاي يظاهرون حاليا وما شوف رد من الحكومة. يعني مصطفى الكاظمي عاجبته الوضعية لأن هو جزء من سرب ما يقدر يغرد خارج السرب، ومقتدى الصدر أيضا عاجبته، متظاهرين الشرفاء بثورة تشرين كانوا ما رد جسر ساحة التحرير، هم تعدموا الخطوط الحمراء للمنطقة الخضراء وقفهم بالبوابة وشلم حركة اللي يسموها حكومة. ليش ما يطلع عليهم الرد السريع عبد الوهاب الساعدي؟ ليش ما يطلع عليهم ويسحبهم أو يوخرهم أو يقمعهم؟ لأن ما يقدرون، ذولي هم كلهم ناس خارجين عن القانون وهم فوق القانون، يعني ماكو دولة عندنا، هم ذولي يسمون انفسهم دولة، هم ذولي اللي ما حد يقدر يصدهم ولا حد يقدر يردهم. يعني ذولي هم الميليشيات اللي ياخذوها شلون بالقوة، هم اي انجاز ما عندهم سوى بس اللي المخدرات كثرت والقتل والتهجير وهاي العمالة الى ايران والخسة، وما سووا فد شيء يذكر لهم لا حشدهم ولا رئاسة الوزراء اللي تابع الحزب الدعوة، ما عندهم إنجاز يذكر. سووا هسه التظاهرات ببالهم راح يتعاطف وياهم الشارع العربي يقول ذولا متظاهرين شرفاء، لكن هم فاقدين للشرف، ما بيهم واحد بيهم شريف. لأن ليش؟ لأن جاي يطالب بكرسي السيدة قيس الخزعلي وأبو ولاء وفالح الفياض والمالكي، يريدون كراسي ما يريدون وطن. يعني عكس ثورة تشرين كانوا يدورون وطن ويريدون وطن، هذول ما يدورون وطن، يدورون كراسي ومناصب ومكاتب اقتصادية يستفادون من عدها. هذا التهريب والخلل في الملف الأمني وكل شيء سيء هم جابوه هيئة الحشد اللي هي مش شكلة من 2003 ولحد الآن ما شكلت بأمر المرجعية اللي ما نعرف لها لا حس ولا صوت ولا أي شيء ولا حد شاف هالمرجعية. ليش ما تحلين الحشد هذا الولائي؟ هذا الحشد الولائي انت سويتي فتوى لمقاتلة داعش، انتهى داعش وحيدر العبادي اعلن النصر عليه، اذا ذولي بعد ما لهم حاجة لازم يرجعون لبيوتهم وعم يكرموهم، خل نخلص من سطوتهم، سطوة السلاح المنفلت اللي ما حد يقضي وجوههم لا السني ولا الشيعي ولا الكردي، وجايين يدمرون البلد ودمروه بالفعل 18 سنة. ذولي مع الأسف عليهم ان لو اكو دولة حقيقية بشفل وتدفنهم هم احياء، لان ذولي ما يستحقون الحياة. نعم نعم نعم. شكرا لك اخ صباح. ضياء من الفلوجة، حياك الله يا ضياء. السلام عليكم. شلونك استاذ؟ شلون صحة؟ هلا بيك يا الغالي. تحياتي قناة رافدين، تحياتي لك استاذ. شلونك؟ حياك والله يا استاذ. شنقول احنا؟ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. يا ساد والله العظيم شو اقول لك، يعني صارت والله العراق ما ترجع عافيه اذا ما تطلع هاي الاحزاب
واذا ما الله يعني يلتفت على العراق بعينه هو يضحك، ترى الله يضحك على الفقير. يا اخي شو تحكي شو تقول؟ هي هاي الخطوف هاي يوميا فاجعه، مصيبه البصره يومي يعني، يعني مصيبه فوق مصيبه. شو احنا مو حكومه عمي؟ والله ما اعرف شو اقول لك يا استاذ والله العظيم. بس احنا نقول يا حكومتنا يا ابو دحقوا مع الفقير، احنا عشان اكثر من مره دحقوا على المسكين، دحقوا على هاي المجادب. كل كلمه تلاقي تجي فد اربع نسوان خمسه فد ثلاث اربع، يعني احنا مو هالخير، احنا مو هالبلد استاذ اسد. والله عمي خيرنا يكفينا الى يوم يبعثوه، بس احنا خيرنا مش مكموش مثل عطوان. ارجع واكرر، من تمديدك كل ذلك الجذوه ما تقدر، لان يعني قدامك حراميه ما اقدر تاخذ تسويها. من اللي اقول لك هيجي والله يا استاذ، يا استاذ اسد والله العراق بعد ما ترجع عافيه، يوميا فاجعه فوق فاجعه، يوميا مصيبه. احنا ترى كنا شيعه وسنه ما اكفرت ابن البصره، والله ابن عم الدم الحميد، والله ابن الصير انا متاكد من انبار ابن البصره يفزع الانبار ابن البصره. والله احنا والعراقيين عندنا غيره خير من عندهم، والله ونبقى متوحدين يا استاذ. بس نقول يابا دعقوا على هذا البلد، ترى طيب وبالخاطر الفقير خاطر واحد. يعني شرد اقول لك انا والله يوميا افترض انا ارجع واقول يعني هاي الهيئه انا بدينا، يعني مثلا يشتون عليك جماعه ما حد يسد عليك، يعني انا افضل شيء في اي شارع جماعه ومتوقع يشدون انا وما حد ولا حد يبلغ ولا حد يقول عليه. يعني يا اخي شناي والله ما اعرف شو اقول لك يا فنقول يابا يا رئاسة الوزراء يا سيدي كاظم دحي ادعم الفقير، لو راح نعطيهم حق ليش تخاصم بيناتهم انا انطيه حقه وقول له روح، مو احنا اهل الخير؟ شو احنا صار احنا كنا نجدد نجاد هسه اكثر من اللازم بالعراق كله. بقول يا استاذ والله نقول حاسبنا الله، بس الدعاء ترى الدعاء هو السلاح، احنا ندعي الله سبحانه وتعالى. والله الناس فقراء بسط، والله لا عندي راتب ولا عندي شيء، بس الله اطلع اشتغل اكل ما استكتب. والله ما يسد عليك لا اخوك ولا ابن عمك، بس الله يسد عليك يقول لك. فقول استاذ يا ربي حكومتنا بس ان الله اني يصلحهم اني سامحهم، بك الله يتصافون ان شاء الله يستمرون على هذا البلد، ينطون الارمر ينطون العاطل. والله كريم احنا عاطين عندنا راتب قصاء، والله انت ما باحث هسه انطونا قروض. يعني شدر اني اعطيت 25 مليون للعاطل ترى والله يعني كانه ما شربت ما مطلب صغير. فنقول مستكينك يا رب ان تهدي هاي القلوب ويدعمون على هاي العالم ويدعمون على العراق. والله احنا ترى عندنا غيره، ترى انا متصور من اقف بالشارع والله قبل الغريب، شو تريد عمو شو محتاج؟ احنا عندنا غيره من الشمال للجنوب، اقف والله انا بعطلت اقسم بالله ابن عمي ما وقف لي القريب، وقف لي علي وانطاني وحق راح انام على ساعه المطمام. فنقول يا ربي مقت الله نهديه يا استاذ، وانتم والله تحياتي اليك وقناه الرافدين عمي وتصلون صوتنا. حياك حياك. نقول يا ابو احنا خلوه حيو. شكرا لك اخ ضياء. احمد من بغداد حياك الله يا احمد. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام والرحمه والاكرام. انا اسف جدا على ازعاجك واقرب ولو كانت بالعكس اخوي العزيز، يعني هو البرنامج موجود حتى نسمع اكبر كم من المواطنين، هو الك تفضل اخوي ما باي ازعاج. شكرا جزيلا. تفضل. استاذ يعني احنا كلامنا ما اعرف يعني احنا تدري كنا عايشين بالعراق. نعم. وماكو شيء مخفي يعني ترى. نعم. يعني الصورة واضحة يعني للصغير وللكبير. نعم. فبالنسبة للنتائج مال الانتخابات يمكن هذا النموذج مال الانتخاب اللي بدولة العراق ما له مثيل بكل دول العالم، انتخابات صارت النجح نجح والفاز فاز والأخذ حصته أخذ حصته وانتهى الموضوع انحل. يبقى هم إذا ما يريد يحلوا إلا يشيل الدماء بالعراق على الشعب العراقي يقعد ويخليهم هم يصافون بيناتهم ويفضونه من هذا الموضوع. نعم. لأن هو مو موضوع شغلة شعب وخدمات ودولة وحكومة، لأن إذا كو حكومة ودولة الانتخابات صارت، احنا شيخ نكون واقعين أكثر يعني أستاذ العزيز شو تقول؟ نعم. يعني الواقع ترى يفرض نفسه علي وعليك وعلى المواطن وعلى يعني تتوقع بالعراق اكو دولة اخوي احمد؟ والله يا استاذ ترى هذا السؤال يعني يعني اعتذر منك يعني تساله لاي مواطن، ترى يعني هذا سؤال يعني محرج يعني يعني انت بسؤالك جاي تستغبينا انت يعني. لا مو انت تقول اليوم بالعراق اكو دوله واكو قانون واكو يعني. لا انا ما قلت لا 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 انا ما قلت هيك استاذ اسمح لي اسمح لي. انا قلت هاي النتائج طلعت زين يا اخي فضونا من هالموضوع احنا يعني شلون يعني وتاليها يعني
اسمح لي اكمل حديثي اتكلم كلامي يا استاذ. اسمح لي شوي. انت رجل مثقف وقناتك مثقفه وخلنا نتكلم في شيء يعني يفيدنا خلي شيء يفيدنا. احنا مال نحشي نقول خدمات ومد هاي شوي صارت قديمه يعني عيب حتى نحكيها يعني بعد انتهى الامر هذا. هو اللي ساكر على بيته بعد ما يامن اللي يطلع يجيب له غرض ما ادري طق عليه ما ادري يرسالوه ما ادري يسوون بيه ما اعرف شنو. هذا موضوع احنا خلينا ننهي بعد احنا زي. قصدنا شنو ايه. قصدنا هذا الموضوع مال الانتخابات هو بيناتهم الشعب العراقي ما له غرض بيه يعني ما مو صاحب مشكله بيه. شعب مسكين يريد يعيش حاله حال الامم هاي الباقيه اللي حواليه وجيرانه وبس. طلبه بسيط ترى يعني مو طلب صعب يعني. فهم يحلوا بيناتهم يتذابحون يتقاتلون ليش يكون هذا الشعب المسكين بيناتهم؟ مو اخ احمد مو هنا سرح نوصل للنقطه اللي تهم الشعب. انت قلت كلمه جميله جدا هاي نقطه الشعب العراقي يريد يعيش حاله حال اي شعوب العالم زين من يريد يعيش حاله تدري حال منو؟ حال منو؟ صدقني بجنوب افريقيا المواطن العراقي بجنوب افريقيا حاس بالامان اكثر من المواطن العراقي. طيب المواطن العفو او الشعب من يريد يعيش شلون يعيش؟ لازم اكو يعني ما اقول لك اكو نخب لا اكو شغله استاذ تسمح لي الصوره الموجوده على الساحه العراقيه ما لها مثيل يعني ما لها مثيل ترى. سألني ليش؟ نعم لا تسمح لي يعني احنا اهل تاريخ تدري وحضارتنا 1400 او اكثر من 2000 سنه. نعم يعني ترى صعب احنا نتكلم فيك يعني للمستوى هذا. الصوره الموجوده داخل الصوره العراقيه ما موجوده امثالها بغير دوله حتى نقول والله ياخذ تبع الطرق او الخطوات مال الدوله اللي صار عليها هذا الوضع. هاي الدوله اسماء ومسميات كم رجل موجودين مسيطرين كل من حاط اتباعه جوا ويحارب بيهم مقابل مصالح شخصيه ودوافع اقليميه وانتهى الموضوع. هم بيناتهم خلينا يتقاتلون يا اخي. هم بيناتهم وش خوص هاي اللي تدعي بالقوه اذا, إذا تعطيني مجال اخ احمد ابو شهاب مو هنا مو قلت لك هاي النقطه اللي راح نرجع بيها اللي تهم الشعب شلون؟ هسه انت قلت كلمه جوهريه قلت الشعب يريد يعيش حاله حال اي شعوب العالم بس الشعب شلون يعيش؟ لازم اكو واحد انا اقول لك شلون يعيش لازم اكو واحد أو اكو حكومه وطنيه تمشي الامور بحيث تعطيه حقه وتعطيه ماله وتعطيه حلاله وتعطيه راحته النفسيه بحيث يقدر يعيش. اما ذولا دا يصارعون وتقول يتكاتلون بيناتهم مو هم دا يتكاتلون الفوائد والشعب دا يتكاتلون. مقاطعه بسيطه نعم اترجاك يعني اتفضل. انت جاي تحكي لي حقوق ونعطيه ويرتاح نفسيا هاي وينك يعني استاذ انت صدق جاي تحكي هذا الحكي يعني؟ انا داعش يعني المفروض انت جاي تتكلم هذا الكلام داعش المفروض اخوي يعني يا اخي انت جاي تقول لي والله نعطيه حقوقه ويعيش حاله ويرتاح هذا المفروض يصير وينك في حكي داعش المفروض هذا ما موجود استاذ. انت جاي تحكي لنا كلام يعني ما اعرف يعني احنا العالم يعني احنا العالم مستغبيتنا الناس مستغبيتنا الامم المتحده مستغبيتنا امريكا مستغبيتنا يعني ما احنا ترى احنا مو لهالدرجه من الغباء استاذ. اخ احمد حشاك بس من رخصتك اخويا انا دا احكي المفروض قلت لك شلون الشعب يعيش لازم اكو حكومه وطنيه. ماكو شيء مفروض بالواقع العراقي ماكو شيء مفروض. طيب اكو شيء واحد مفروض تدري شنو هو؟ وهو الشعب العراقي اذا راضي واني وانت راضين نقعد ونسكت. ما راضين يا اخي نطلع على هالمله هاي ومش كم واحد 100 200 الف 2000 نقول له عمي كافي ذبحتنا دمرتنا دمرت البصره دمرت العماره هذا داعي جبت لنا اياه ذبحونا هجرونا هتكونا هتكوا اعراضنا ما ظل لنا اسم. يا اما احنا راضيين نقعد ونسكت رعيه الحمد لله وانتهى الموضوع. يعني ترى هذا شيء والله يعني الموضوع هذا يعني جرحنا جدا يعني نعم يعني ننسى المواضيع هاي نرد ننجرح من جده وجديد. يعني الاخ جاي يحكي لك يقول لك ها لا ماكو مهجرين يا اخي لحد هذا الشمال متروس المعسكرات المخيمات متروسه العالم هاي قامت تنهزم بوجهها على بلاد روسيا بتريد خلاص شنو هاي الحاله وميج يعني مخبلين العراقيين يعني نعم حشاهم. شكرا لك اخ احمد. ابو كرار من بغداد حياك الله يا ابو كرار. الف هلا بيك سلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والكرامه غاتي.
شلونك يا حبيبي؟ شلون صحتك؟ هلا بيك يا الغالي. انا الله يعز غاليك، انا طبعا البارحه بسجن التاجي، بس اريد انقل لك فد شغله واحده. ايه طبعا انا هسه من احكي وياك يمكن هواي من الناس يعرفوني، هسه راح يعرفوني من خلال صوتي، بس انا ما اريد اتطرق بهاي الشغله. المهم على كل إن هم يعرفوني، هواي اكو عالم هسه عرفتني من احكي وياك. نعم. فالبارحه بسجن التاجي حبيبي مأساة، يعني مأساة لا الله يقبل بها، ولا عبادة ولا الإسلام ولا كل دين ولا كل مذهب بالعالم. أريد توضحها يعني للناس. نعم، هو أقول لك أنا هسه من جاي، أنا هسه من دا أحكي وياك، الله شاهد أكو هواي ناس هسه آلاف مؤلفة يعرفوني. نعم. لأنه أنا صار لي 4 سنوات مظاهرات بالشارع، وأنت يجوز هسه إذا شوف صورتي راح تعرفني، بس أنا ما أريد أدز لك صورتي، أبين لك بالحقيقة وأعطي أدز لك صور وأدز لك مستندات وأدز لك يعني أدلة. أحكي لك أنا أحكي لك بدليل، ما أحكي لك هيك على الفارغ على الهواء، أنا أحكي لك بأدلة دليل. نعم. فسجن التاجي عبارة عن عصابات. إيه. عصابات شنو حبيبي؟ بؤرة كاملة مخدرات وحشيشة وكريستال، وإذا ما تأخذ بالعين وأغاتي أنت من رضاتك تأخذ غصبا عليك. زيان. ليش أي واحد اليوم أي سجين يروحون أهله يزورونه ديواجهونه بالقليل يطونه فد 150-200 ألف، تعرف إيش قد توصل للسجين؟ أنقل لك بالدليل وبالأدلة، يعني أحكي لك أنا ما أحكي لك على الهوى، أحكي لك بالدليل، توصل له 50 ألف والباقي تروح حصة الجماعة. فهاي 50 ألف أنت مجبر أن أنت تشتري بيها، يعني إذا ما يوصلون لك هاي الكريستال والحشيشة بالأكل بالشاي بالعصير، لازم وإنما أنت تتغذى، ما بيها كل مجال. وأكو عصابات هناك اختصاصهم مجندينهم، شنو هذا اختصاصهم؟ تعرف شنو اختصاصهم؟ أيه. هذا اختصاصهم مثلاً يقعدون مجموعة تقعد، هذا السجين ما يقبل ياخذ، هو ما يريد، فشي يسوون؟ يحمون الدهن، هذا الدهن ماكو الدهن يحمونه ويخلون فوقه شكر ويشمرونه على السجين. زين، هذا السجين لا حول ولا قوة، وهاي عبارة ذولا عبارة عن مجموعة، فالكثرة تغلب الشجاعة، انت تعرف. زين ابو كرار، هذا الوضع انت تقول علي، انت تقول انا اعطيك بالدليل مو بالحكي على الشاشة، اذا عندك صور. نعم. وفيديوهات تدعم هاي الاشياء اتمنى. نعم. من عندك ده تشوف هذا الشريط الابيض، وين الرقم مال البرنامج؟ جوه اكو شريط ده يمشي ده تشوفه. نعم. أريدك تتابعه، راح يطلع بنهايته نافذة اسمها أنت ترى، بها رقمين تليفون. أتمنى من عندك إذا عندك هاي الأدلة وعندك هاي البراهين وعندك صور وفيديوهات توثق هاي الأشياء، ترسلها على هاي الأرقام مال نافذة أنت ترى، وإن شاء الله تنعرض على الشاشة. يعني هذا وعد إذا دزلك؟ إن شاء الله أخوي، إن شاء الله. بس راقب لي هذا الشريط الأبيض جوه، وين هسه مكتوب البيت الأبيض الرئيس بايدن جوه هنا، راقب لي هذا. نعم. الشريط أكو رقم نافذة أنت ترى، أخذ الرقم إنه رقمين. هذا أخوي دا تشوف الشاشة هسه؟ أستاذ العزيز دا تشوف الشاشة هسه لو لا؟ أشوفها. هذني رقمين تليفون، واحد ينتهي 661 وواحد ينتهي 663. سجل الرقمين يمك، دز الفيديوهات والصور اللي توثق هذا الكلام، وان شاء الله ينعرضها. لا بعد خل اعطيك فد معلومه. تفضل. اكو هاي قبل ايام طلبون، انا احكي وياك طالع بهواي قنوات، يعني مسوين وياي لقاءات، يعني انا قولك المثل يقول ذبع الساطور، يعني انا متوقع ساعه الساعه اضيع، انا ادري بنفسي، اعرف بنفسي، يعني انا قضيتي منتهيه، بس انا عندي شعار بحياتي واحد، طالما اكو مظلوم مو بس بالسجون، باي مكان طالما اكو مسجون وانا اشتم الهوى ابقى ادافع عنه، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان اموت
الحق. طولت العمر. انا اطالب للمظلوم ابقى لاخر يوم طولت عمري. طولت العمر. انا اعتذر منك ابو كرار بس الوقت راح يدركني وعندي اتصال. شكرا شكرا جزيلا لك. علي من اربيل حياك الله يا علي. انقطع الاتصال يا علي من اربيل. بالنسبه الى رسائل الواتساب رساله وصلتني تقول ما زالت حكومات الاحتلال في العراق تحاول حتى اللحظة هذه أن تغسو على الشعب العراقي وأن تسرق أمواله وأن تسرق خيراته وأن أن 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 تنشف كل موارده. السلام عليكم، أنا أحمد محمد حماد من محافظة الأنبار. أن طالب وزارة التربية أن تساعد الطلاب بالمدارس. الأسئلة كانت صعبة وخارج المقرر، ونطالب وزارة التربية أن تشوف حل للدوام، لأن المدارس والطلاب والمدرسين أغلبهم بيهم كورونا وما حد يتابع هذا الأمر، ودي يداومون كل الأسبوع ويانا وبيهم يداومون 4 أيام ويعطلون الباقي. أريد يشوفون صرفة حل. مناشدة نحن لفيف من الطلبة والسادس الماني مكملين، نطالب بدور ثالث، عسى الله أن يلطف بحالنا وشكرا لكم. رسالة أخرى، أحب أقول لك أخوي العزيز العراق كل شيء ما باقي به. العراق من دمار إلى دمار، ما طول ذولا اللي قاعدين يحكمون وما طول أكو ناس يدافعون عنهم. مشاهدينا الكرام، لما حكيت ويا الأخ أحمد من بغداد يقول ماكو هذا الكلام، أنا قلت المفروض. نعم المفروض، من المفترض أن حكومة وطنية بالعراق، من المفروض أنه خيرات العراق للعراقيين، من المفروض أن العراق يحكموا العراقيين ما يحكموا الدول الثانية، من المفروض أن العراق عنده سيادة وما حد يتدخل به، من المفروض أن مياه العراق محفوظة وسماء العراق محفوظة وأرض العراق محفوظة وزراعة العراق محفوظة، ومن المفروض أن مصانع العراق ما توقف ويمليها الزنجار وتعطل المكاين وتزيد البطالة. لا بالعكس، من المفروض بال 2021 الصناعة العراقية تزدهر، وإحنا عندنا أكثر من مجال نزدهر به. شغلتين ما موجودات بكل العالم، موجودات بس بالعراق. أكبر بلد بأنواع تمور، وكان متربع على عرش تصدير التمور بالعالم أكثر من 30 سنة، اليوم ما بي أصلا ولا تمراية وما يصدر، يستورد. وتمن العنبر اللي ما ينزرع إلا بالعراق. هاي كلها من المفروض أنا قلت، بس اللي دا يصير اليوم صراع على المناصب، حتى كل من يحط بجيبه فلوس وهو يغتني والشعب ما محصل شيء. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في مع الله.